واسمي حملت مشاعري، حملت مشاعري في اتحاد الكتاب والادباء السوريين الاحرار. نرحب بكم جميعا حضورنا الاكارم في المهرجان الادبي الثالث والذي يقام بمناسبه الذكرى السادسه لثورتنا المباركه التي قدمت في سبيل استمرارها وثباتها ثمنا باهظا روى ارض الوطن. وطني تخير كي يضم لصدره غرر الشموس فاشرقت منها رباه. طوبى لكل السائلين لحتفهم حملوا اكاليل الفخار على الجبال. المهرجان اللي عملناه اليوم هو المهرجان الثالث لاتحاد الكتاب والادباء السوريين العرب الاحرار. كان المهرجان يعني حتى لا تموت الثوره وحتى تستمر، هو المهرجان الثالث. كانت المهرجانات، المهرجان الاول كان بانطاكيا، المهرجان الثاني بكلز، وهذا المهرجان الثالث. تواصل معنا الاستاذ عبد الغني حمادي رئيس مكتب الاتحاد في كلز، وتواصلنا مع الشعراء والادباء خالد درويش والاستاذ احمد عطوه، الاستاذ عبد الباسط عليان، كانوا بالمناطق يعني مختلفه في تركيا ومن يعني محافظات مختلفه. جاء الاخوه جميعا وحضروا المهرجان، وكانت الفعاليات يعني ناجحه ولله الحمد. اختصاصي الجغرافيا والثائر على الجغرافيات، الشاعر الخطاب، الفنان والناشط السياسي الاعلامي العتيق عبد الباسط عليان. إن كان يشغلك التكهن من أنا، إن كان يشغلك التكهن من أنا، فأنا لا شيء. تسكنني حكايات من الشوك الذي ما زال تغرسه على قدمي الروض. ما زلت مثل براشة المجهول أتبع كل بارقة فيحرقني الشعاع ولا أتوب. إن شئت بعد الآن تحتملي بقائي هكذا كالريح آتي أو أغيب كالموج. تقطعني سكاكين الحداثة قطعة بالليل، تغدو خلف أسرار النجوم إلى الشمال، وقطعة أخرى ينازعها إلى الشوق الجنوب. وعلى امتداد الحرب شريان يغص بثرثرات النازحين، وخلفهم أكداس تاريخ تمزقه الخطوب. لا تسرفي في النقد واسترخي قليلا عل ذاكرتي عن الذكرى تتوب. ان جئت فلتبذل التجرد مثلما قلبي غريب، أنا ذلك الصوت المسافر في المدى، ما عدت أملك صحوتي في السلم مصطبرا كريح، في السلم مصطبرا كريح كرمح ليس تحميه الخطوب. وأنا كجندي تكسرت النصال على يديه، وما يزال مدججا بالهم يحلم كلما لاحت لأشرعة المرافق أبعدتني الريح عنك، وأغمد الحلم الغروب. حقيقة منذ بداية الثورة يعني لم أستطع أن أنشر يعني أي قصيدة ذاتية، فهذه وجدتها تصحى يعني قليلا لكي أعود إلى إنسانيتي. يعني الثائر المقاتل يعني لا بد له من فسحه، لا بد له من استراحه محرك كما يقال. وطني تغمده الضباب
وأنت تحتضن السلاح تضمه في جانحيك، وطني تغمده الضباب، وطني تغمده الضباب، وأنت تحتضن السلاح تضمه في جانحيك بكل ما أوتيت من حب، أيا حرا وثائر. تهب الرصاصة حرارة القلب المحاصر بالهموم وبالمخاطر، تهب الحياة لكل عصفور كبى من غدرة الصياد بالبارود في ليل تلبد بالسواد، وأنت صابر. عين تدير على صغير مدرع بالخوف من وقع الهزيمة في المشاعر، ولعينك الأخرى مسمرة على جهة العدو، ولعينك الأخرى مسمرة على جهة العدو، تدير معركة من الصبر المدجج في المحاجر. لابد هذا الليل منصرم، لابد هذا الليل منصرم، فتلك دماؤنا نهر من الأنوار يحكو صبرنا، أشجارنا حمم ستضرب وجه من يبغي على أحرارنا، تطفي على حسن الربا نار المشاعر. روحي روحي بمنبج ثورة، روحي بمنبج ثورة، ودني على جسر الفرات قصيدة أخرى بعينيها تقاتل. قل للضباب ليستبد بصبرنا، ويغض من ظلم الرفاق معاولا تهوي على الغصن المناضل، ما دام ضلعك والسناد مرابط، فشعاع نورك قادم، والخوف مثل الهم، والخوف مثل الغيم زائل. إن مت يوما ها هنا فحروفي الحمراء خالدة على أرض الشآم، فحروفي الحمراء خالدة على أرض الشآم، كريمة تهدي إلى الأرض السنابل، وتظل شامخة على مر الدمار، قصيدة كعزائم الثوار صامدة تقاتل. عبد الباسط عليان من منبج، من مدينة منبج، جئت مشاركا إلى في المهرجان الثوري الثالث لاتحاد الكتاب العرب السوريين الأحرار. هذه المشاركة الأولى خلال الثورة. أشكر القائمين على المهرجان، وأشكر اتحاد الكتاب الأحرار الذين يعني إدارة وأعضاء الذين ساهموا بإطلاق هذه الدورة الجديدة من النشاط الأدبي، وهذه الانطلاقة المباركة والمتميزة التي استطاعت أن تستقطب الشعراء من كل المناطق التركية، من إسطنبول، من أورفا، من هاتاي، من معظم الولايات التركية التي يتواجد فيها أدباء عرب وسوريون. أشكر طبعا كل من ساهم، وأشكر كل من تجشم عناء السفر ليشارك أيضا في هذا المهرجان. بالنسبة للشعر، أعتقد أن الشعر عموما وأدب الثورة عموما لم يتخذ حيزا مناسبا بعد، ما زال الانفعال يطغى على الفاعلية وعلى الفعل. هناك ألاحظ غياب شبه كامل للأدب الثوري على الساحة السورية. ما هو السبب؟ ربما هو الانفعال، ربما الوقوع في دوامة الحدث وعدم الابتعاد عنها لكي يصبح الشاعر أو الأديب صانعا للحدث. هناك غياب واضح، نرجو أن ينتهي هذا الغياب وينقشع الضباب عن أدبائنا وعن ثورتنا وعن أدبنا الثوري عموما والشعر على وجه الخصوص. الإعلامية الرائعة وصاحبة المراجع المتميزة سلي الحكي ورائحة وطن، مذيعة الأخبار القديرة والناطقة الرسمية للحكومة السورية المؤقتة، حملت الوطن والإنسانية والحرمة معها لتسكب ذلك في خواطرها الناعمة وقصصها القصيرة الرشيقة.
الأديب الخاصة إيمان السلماني. طويل جدا هذا الأمر ورفيع كأفعى تمتد وتتلوى وتلدغي، فيسري سمها في جسدي ويجعلني أتلذذ بخضر الكلمات التي تحولت إلى صور، صور من الفراغ والعزم الذي ملأ المكان، صور متحركة مبعثرة، وأنا بخدر الذي أحاول التركيز أكثر. الصور مهمشة، ألوانها باهتة، صدري يضيق أكثر فأكثر، وحلاوة الروح تنعشني للحظات، فتستفيق الأزاهير الملونة تمسح عن عينيها وسنامها، تتراءى بكل بهائها وعمقها تلك الصبية الجميلة الممسكة بإبر التخدير المتبقية لتناولني إياها. إيمان السلماني، مذيعة ومعدة برامج، كاتبة قصصية، أكتب القصة منذ زمن لا بأس به. أعتقد أن القصة في هذه الأيام أخذت طابع الأحوال اليومية، أخذت طابع الألم الذي يعيشه السوري في كل مكان وكل زمان، سواء في سوريا أو حتى في بلاد المهجر أو في بلاد التي ذهب إليها السوريين. يعني لست قادرة الآن أن أقرر هل هذه الطريقة في كتابة القصة هي جيدة للأجيال القادمة أو سيئة، ولكن أتمنى وأرغب أن يكون هناك قصة بعيدة عن الألم، أن يبقى هناك القصة اليومية التي تعلم والتي تربي والتي فيها الكثير من الأخلاق التي بدأنا للأسف نفتقد الكثير منها، فلا بد لنا أن نعود لقصة الأخلاق وأن نبتعد قليلا عن الألم. وشكرا جزيلا. كان قدومه ميمونا لكنه تدامن مع فجيعة الرحيل، حيث اقتلع أبواه من جذور صفد وغادلا المكان للجسد دون الروح، فتتوالى الآهات، طلعت ديوانه نتف من آهات قبل أن يغادر مرة أخرى جذوره في حلب التي ترعى بها وتخرج من هندستها. كان رئيسا للاتحاد العام لطلبة فلسطين فيها، هو ابن الشقيقتين سوريا وفلسطين الشاعر الكبير أكرم عطار. أمي وأبي وصفد، في البدء اسمحوا لي أن أقدم اعتذاري إلى روح أمي وإلى روح أبي لأنني لم أستطع أن أنفذ الوصية. أمي وأبي وصفد، سأحدثكم عن الذين ماتوا مرتين، سأحدثكم عن الذين ماتوا مرتين، مرة حين هجروا وأخرى حين أغلقوا العينين. سأحدثكم عمن جاء بالجسد وترك روحه في الفضاء. أمي، ما لي أراك بغيبة مقهورة تقتل مع دوام الحزن والهم. أمي يا جدوة الإيمان والعزم، أنت في قلبي نور وفي عيني أسطورة، ما لي أراك في هذه الصورة. أحزن يا روحي على روحي، أحزن يا روحي على روحي، فارقتها منذ أمد، تركتها في صفد، تركتها كعصفورة في حاكورة مهجورة في خامس بيت على اليمين في حارة الجورة، تركتها بين صفصاف حزين وزيتون جريح تنتظر المسيح ليشعل في ظلمة ليلها شمعة، أو يأتي لها ياسين من أقصى المدينة يسعى فيصفع وجه الباطل صفعة، تركتها في مهب الريح مغروسة كالوتد تبكي وتصيح عودوا إلى صفد، تركتها منذ سنين ولوعة الحنين كطعنة السكين كالنار في الجسد. بضايع عليك يما خذني على صفر، بضايع عليك يما خذني على صفر.
أبي، أبي وكان على فراش المنون، قال وبصوت خافت محزون: لا تسل يا ولدي عن جسدي أين يكون، بل عن روحي أين تحكون. مات أبي وعزائي في دموعي، سمعت صوتا مناديا: كفك دموعك يا ولد، غدا يبدا ذاك الجسد وتبقى منه عظامي، ارجع الى صفه هناك روحي باقيه. وحينما تعود وتنزع القيود، انظر في علاك تراها هناك تحوم باكيا فوق عين العافيه، ملعبي في صبايا وملقط الصبايا. وحينما تراك تطير ملاك، تطير الى الجنه كعاشق جنه، لتخبر الاجداد يعود للاحفاد، وينتهي الحساب وتصبح الجنه حقيقه القيامه، وتطلق الغناء في الارض والسماء: ها هم اولادي عادوا الى صفر، هنيئا لك يا روح عاد اليك الجسد. وتطلق الغناء في الارض والسماء: ها هم اولادي عادوا الى صفر، هنيئا لك يا روح عاد اليك الجسد، ها هم اولادي عادوا الى صفر، هنيئا لك يا روح عاد اليك الجسد. وتطلق الغناء في الارض والسماء: ها هم اولادي عادوا الى صفر، هنيئا لك يا روح عاد اليك الجسد. ثم تاتي اليك تبوس يديك مثل ام ثكلى، تقول لك اهلا يا احلى ويا اغلى ولد، تعال الى احضاني. أنا رسالة غني حمادة، أديب خاص، رئيس اتحاد الكتاب والأدباء السوريين الأحرار. نحن في كل عام نقيم مهرجان أدبي ثوري، وفي هذا العام اتفق أن يكون بمناسبة الذكرى السادسة لثورتنا المباركة. اللي شاركوا هن 9 أدباء، كان المفروض يشاركوا 11 أديبا، لكن اعتذر اثنان نظرا لظروفهم الخاصة. الأدباء أحبوا أن يقولوا كلمتهم الحرة ويعلنوا تضامنهم مع أهلنا في الداخل ويقولوا شعرا ثوريا، وسنبقى نحن مع الثورة حتى سقوط بشار الأسد.